السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين عبد الصمد الزرزوري نجم المنتخب المغربي وين يحرج برشلونة وين شاهدنا وين حقق ريال بيتيس انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم ب 2024-2025 وذلك بفوزه على ضيفه ديبورتيفو يعني مساء الجمعة يعني 13 سبتمبر يعني بهدفين نظيفين حامل توقيع جناح المغربي عبد الصمد الزرزوري والمهاجم البرازيلي روكي. وشارك الزرزوري أساسي في المباراة وقد سجل الهدف الأول عند الدقيقة 74 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من الظهير الأيسر الإسباني هيكتور. مليحة والله ماركاها عبد الصمد الزرزوري. مركز البنت البنت الاول هذه هي وين شاهدنا. واضاف البديل روكي الهدف الثاني عند الدقيقه 86 ليؤكد انتصار كتيبه يعني بيتيس وحصدها 3 نقاط ثمينه رفعت رصيده الى 5 نقاط من 4 مباريات وفوز واحد وتعادلان وخسارة واحدة في المركز التاسع. ويمثل ما حدث مشهد محرج لإدارة برشلونة التي تخلت عن الثلاثي الزرزوري وروكي يعني الاعتبار منهم ما هو راضي منهم يعني ما هو يعني هو ما يعني المال. وكان الزرزوري انضم إلى ريال بيتيس صيف 2023 قادما من برشلونة مقابل 7 ملايين و 5000 يورو فيما رحل إلى عن بارسا في الشتاء العام الماضي لينضم إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ومن الأخير أكمل صاحب 29 عام انتقاله إلى نادي الأندلسي. وأخيرا ضم ريال بيتيس روكي هذا الصيف معار من برشلونة لمدة موسم واحد وذلك بعد 6 أشهر فقط من وصوله مقابل 30 مليون يورو بخلاف مكافآت. وعرب روكي صاحب 19 عام في أكثر من مناسبة عن رغبته في إثبات ذاته بسبب طريقة رحيله عن برشلونة ويتعاقد يعني ويعتقد المراقبون أن هذا أن هز شباك بمباراة ثانية مع الريال قد يمثل انطلاقة مميزة للدوري البرازيلي داخل قلعة بينيتو يعني. وأبرز أرقام عبد الصمد الزرزوري مع بيتيس ويذكر أن المباراة لغانسي الأخيرة كانت 42 لعب يعني لعبد الصمد الزرزوري مع ريال بيتيس مساهم بتسع أهداف سجل ثمان أهداف قدم تمريرة حاسمة واحدة استناد إلى البيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. ويمتد تعاقد عبد الصمد الزرزوري 22 عام من ريال بيتيس حتى يعني من مع ريال بيتيس حتى 30 جوان 2028 يعني وتقدر قيمة السوقية للدوري المغربي الحالية ب 9 ملايين يورو وفق لموقع ترانسفير ماركت. انتو كيفاش يعني لعب سبحان الله لعب الزرزوري لعب خويا
انا اتمنى لي بلي البارسا باعت لعابه تاعها بسبب اموال، بسبب غادي كيما زرزوري ولا الشيخ ولا الشيخ. لعب كيما هذا زرزوري لعبك خسارة كبيرة. البارسا هي اللي خسرته ماشي هو خسر البارسا. أنا نقولك البارسا هي اللي خسرته، لعب كيما هذا البارسا خسرته، خاطش كاين اللي يخسر إيكيب وكاين اللي إيكيب تخسر اللعاب. شوبير زرزوري كيما بلايلي من مولودية خسر، عاودي بركا مشكل وكما تكلوه. إيه بريكولي اللي يتيبو غير يهدر دخل زرزوري واحد يلعب في النيبو العالي واحد. اللاعبين هادو ما تلقاوش دعم كبير من المنتخب، من المدرب المنتخب المغربي على بالك. واحد كيما زرزوري ما تلقاش معاه، انا نقولك ما تلقاش به، ما تلقاش كما نقولو حنايا مع مدرب المنتخب يعرف كيفاش يجي لي له بارتي، يعرف كيفاش يجي لي اللاعب. هذه هي انا نقولكم باينه. شوف كيما هكا تعرف لي وشاهدنا وين مواهب يعني عربية تألقت في أوروبا، أهداف يعني بأهداف يعني نقولوا أهداف حاسمة وتمريرات سحرية من الزرزوري بوعناني وسعد يعني وأملاح، يعني أهداف كانت يعني في الدوريات الأوروبية. وشاهدت الملاعب الأوروبية يوم الأحد تألق لافت لعدة من لاعبي العرب الذين نجحوا في ترك بصمتهم مع فريقهم سواء بتسجيل أهداف حاسمة أو صناعة الفرص التهديفية. ومن بين هؤلاء اللاعبين يبرز التونسي علي يوسف الذي تألق بشكل لافت مع فريقه هاكان سويدي في مباراته ضد ضمن المنافسة الجولة 22 من الدور السويد، إذ سجل اللاعب الدولي التونسي هدفين لفريقه وكان الهدف الثاني حاسم بما أنه جاء في الدقيقة 96 ليمنح فريقه نقاط ثمينة، التعادل بنتيجة 3-3 ما جعله يرفع رصيده الموسم الحالي إلى 7 أهداف ليواصل تألق ويعزز مكانته اللعاب الأساسي. وتألق اللعاب التونسي آخر مع وهو إلياس سعد مع فريقه سان باولو في الدوري الألماني رغم الخسارة ناديه بنتيجة 3-0. ومن جانبه قدم الجزائري بلال ابراهيم اداء مميز مع فريقه يعني. اما الدولي المغربي سليم املاح فقد تالق مع فريقه بلد الوليد رغم يعني هزيمه النتيجه ب3-0. يعني مشاهدنا بوعناني كذا ومثله، يعني كاين بزاف لاعبين وين قدموا اشياء يعني جميله. يعني وين قدموا نقولوا بلي قدموا اشياء جميله في الـ في الـ في الملاعب الاوروبيه هذه هي. المهم احنا كما يقول لك
نتمنوا كل منتخبات يعني اللاعبين تاع المنتخبات العربيه يكونوا ملاح. هذه هي اخويا، نتمنوا لهم كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، ما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم.